يفام سبور بلس أيمن زاروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقة اليوم من سبور بلس، حلقة الخميس 11 مايو 2023، 24 ساعة أو أقل من مباراة الترجي والأهلي المصري ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية. قراءة في المقابلة، تشكيلة المحتملة للترجي الرياضي التونسي، آخر الأخبار والاستعدادات، الندوة الصحفية وأبرز مقال مدرب الفريق نبيل معلول. كذلك بعد شوي نكون في رابط مباشر من رادس، نسمع الندوة الصحفية الخاصة لمن مفترض تنطلق حاليا، الندوة الصحفية الخاصة بالأهلي المصري بمدربه وأحد اللاعبين. نحكي كذلك على قرار لجنة الاستئناف بتثبيت وتأكيد عقوبات لجنة الانضباط ضد الترجي الرياضي التونسي، ما تبدل حتى يتم تثبيت القرارات السابقة، هل فاجأكم القرار هذا نعم أم لا؟ القراءة القانونية مع الأستاذ فتحي المودي بعد شوية، وكذلك مع رئيس اللجنة القانونية للترجي الأستاذ رياض التويتي اللي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. عيد ميلاد النجم الساحلي 98 والافتتاحية متاع فتحي المودي كما كل نهار خميس رجاء يا ترجي، مرحبا بكم في سبور بلس. تحية لكل فريق الإعداد، أمير في الإخراج، تحية لعادل غادة العلاوي في العمل الصحفي، وميمة القربي في الديجيتال، وصديقاتنا في الـ FM TV إيمان ووئام وبقية الشلة. أيمن زاروق معكم في ساعة من زمان ويرافقني فيها في التحليل وفي التعليق على هالمستجدات الساخنة والحارقة. الأستاذ فتحي المودي مساء الخير، مرحبا فتوح، أهلا وسهلا بك. من الله يتبقى، تبارك الله شهيد. نسمع في الدخلة والبنيات اللي معانا تبارك الله، معناها والله يعطيكم الصحة، معناها فريق شباب وبنيات وليدات، ومعانا النتفليكس اليوم جاينا بلاش كرافات. قلت أنا جاي بلاش كرافات، مش مثل الكرافاش والله. عندك أنت الكرافات؟ لا والله محليه، لا والله فضلك فضلك يا متر، وين زيادة والله وين زيادة. يفتوح يفتوح، كل نهار خميس باش نعاودوا، يا راهي ويكيليكس وليست نتفليكس. لا لا الاسم نتاع المتر مساعدني خويا، علاش تبدل لي فيه؟ نتفليكس خير، ويكيليكس أجون شكري. إي ونتفليكس والله يا ميت تذكر. لا والنت سسمو هذاك نتفليكس تفرجوا فيه العالم الكل. دونك انا ماذا بيا يا راوك العالم الكل، يا ودي انا برات بيت وانا هاي الشبوبيه. ربي يفضل والله يا اقترح انه يجي شي غير، يا ودي قول له راك ولدي الصغير. لا حتى هو انا باش نشوفه، نعملوا اطار شراكه مع نتفليكس باش الحلقات تاع سبور بلس تتفرجوا فيها في الاعاده مع نتفليكس، نوليو دي ملياردير معناتها. وبوجود ويكيليكس، اهلا وسهلا ولدي. اهلا ايمن، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين، كل المتفرجين، تحية للأستاذ العزيز الغالي فتحي المولدي. دونك برشا برشا حاجات عنا ما نحكيه، بين كورة، بين لجنة استئناف، وبعض الكواليس نتاع شنية الكلام اللي تقار، ربما فما حتى حاجات باش تسمعها أول مرة، معناتها فما عضو من لجنة الاستئناف الليبيري الكلام الحقيقة اللي قالوا طبعا بعد يقدرنا السيد ربما رياض تويتي، الكلام هذايا كلام صادم كان في حق الترجي الرياضي التونسي والكره التونسيه وتونس. باهي مالا يا اخي، نحن مانيش نفادلك، يقولوا لكم راه سيد ويكيليكس ويعرف ما لا يعرفه الجميع. مرحبا بك وليد قرفيله، مرحبا فتحي المودي. قبل ما نبداو في ليميسيون تاعنا اليوم، يصادف عيد ميلاد النجم الرياضي الساحلي 98، عامين قبل 100 وليد قرفيله، بالنسبه للايتوال نعرفوا البالماريس الشاسع للايتوال. فالمارس تاسع النجم الرياضي الساحلي، اكيد تمنوا عام سعيد 98 النجم الرياضي الساحلي. النجم الرياضي الساحلي تقريبا الفريق اللي ما تحصل على كل الالقاب على المستوى الوطني على المستوى الافريقي في الرياضات الكل، كره قدم، كره يد، كره سله، معناتها الجرون شليم. عام 98 النجم الرياضي الساحلي قاعد فيه يلقى في روحه، هذاك عليه ربما عام 98 سبيسيال. عام 98 قاعد يسترجع في الايدنتيتي والهويه نتاعو من خلال الرجوع احد ابرز الوجوه في تاريخ النجم الرياضي الساحلي، واللي عملوا لي بوجوغ نتاع النجم الرياضي الساحلي. هنا نحكيو على السيد عثمان جنايح، اكيد العام 98، لكن التخمام اكيد باش يكون في المئويه اللي نتصور فيها النجم الرياضي الساحلي يحب اكيد يرفع ويهز كل الالقاب. تحيه مره اخرى للفريق العريق هذايا، نهنيه بالعام 98 ان شاء الله عقبال 100 سنه واكثر من 100 سنه. فتحي المولدي، وانت عصرت النجم الساحلي من عقود، معناتها عقود عديده، ورؤساء تعاقبوا على رئاسه النجم الساحلي، مسؤولين كبار، دي ليجوند، اسامي، سواء مسؤولين من لاعبيه، معناتها
هل اللي عاصرته واللي عشته مع نجم رياضي الساحلي تنجمش تلقى له عنوان ولا تنجمش تعطيه تلخيص هكا ولا نجم نقعد يذولي جمعه كامله نحكيوا على الاطوال؟ صحيح تقعد برشا تحكي على الاطوال وتحكي حتى على عديد الفرق. انا دخلت الصحافه عام 76 3 أوت 76، نعرفش شكون تولد وشكون مازال، من 3 أوت 76 وكنت رئيس تحرير في تونس بدو، معناها سي محمد في الصفحات الرياضية، سي محمد يعطيه الصحة وأنا ولد صغير اللي هو من أحباء النجم. شو أحباء النجم؟ لابس النجم سي محمد بن يوسف، معناها يعني كان أحكي لكم طرائف، معناها أنا وسي محمد خطرين نعمل العناوين متاع الرياضة. سي محمد يهبل على الإطوال، معناها يهبل على الإطوال، وساعات فما عناوين معناها نقعد برات فير ومولى الجريدة وأنا ولد صغير. سي محمد ما تجيش راهو هكا كذا على كل تاريخ. تحية ليه، تحية ليه كبيرة سي محمد، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك سي محمد. عمري ما ننسى انه انسان راني شوف عمري 17 سنه وسي محمد يقولها تخلي يقرا في الـ في الـ في المكتب، معناها خرج لي محامي ومازال يخدم معانا. معناها انا تعرف كنت عملت تونس بدو 29 سنه 29 سنه في تونس بدو، وكتبت برشا على الاطوال وكوفريت برشا ماتشات الاطوال، كوفريت برشا ماتشات الاطوال، لانه يعني الاطوال تاريخ. الاطوال معناها عيد ميلاد 98 ظل عمناه ولا 97 ما احتفلوش به، خاطر عمناه ولا 97 الاطوال كان لوطه برشا. الاطوال كان في الرياضات الجماعيه معناها كان طايح فيهم الكل، ما نعرفش وقع في الصيف معجزه. فما انسان نجم نقول لك معجزه، معناها اسمه سي عثمان جنيح. نذكر عثمان جنيح لعب، عثمان جنيح لعب وقايد فريق وكان يلعب اول مقابلاته مع عبد المجيد شتالي، كان لاعب ايضا بعد ولا المدرب نتاعو. دونك سي عثمان جنيح مرجع اعطيكم للتاريخ اللي نذكروا مليه، خاطر سي عثمان جنيح كان عايش في تونس العاصمه. راه انا هو اصله من القروان ولد الاطوال لكنه عايش في تونس العاصمه، يقرا في فاك ديليت، ترينا في السيوتي، ترينا في السيوتي ومن بعد يلعب نهار الاحد السيوتي. كانت عقليه اخرى. اليوم ممكن سي روف النجار، الاستاذ روف النجار كان ترينا في السيوتي ولا مع سي اس اس. سيوتي معناها كانت اليوم ما ينجم تتخيل حاجات كيما هكا. النجم الساحلي بي كلمه بطل الابطال، النجم الساحلي الاستثناء افريقيا مش تونسيا. النجم الساحلي يظل الفريق الوحيد مع الاهلي، معناهاش ما عنديش المعلومه الصحيحه، ولكن مع الاهلي اول وحيد افريقيا الذي كان بطل افريقيا في الاربع رياضات الجماعيه. اتونسيون، احنا اليوم في السبيسياليزاسيون في الاختصاص وكل فريق نحى الباسكيت. الاسبرانس كانت عندها باسكيت شامبيون تونيزي مع سي مصطفى بوشناق، نتذكروا مليح رناني في الصدقيه، معناها مدرب نتاعي كانت شبيبة بوقدفة ورشيد الزاهي الله يرحمه، عسل تاريخ كبير. ترجي نحى الباسكيت، نحى كذا، نحى سبور في ميناء، توا رجع. النجم الساحلي قعد الوحيد لاربع رياضات فرد الجماعيه وبطل في الاربع رياضات جماعيه. معناها هذا الاستثناء الافريقي نتاع النجم الساحلي. النجم الساحلي اسماء كبيره، معناها حامد القروي رئيس النجم الرياضي الساحلي، معناها رجل السياسه الكبير، ثم سي عثمان جنيه، ثم سي العميدنا معناها سي بوراوي عبد الجليل، عبد الجليل بوراوي اسماء كبيره. والناس سي معز عثمان جنيح بيان سور الباساج نتاعو هو الاهم. سي معز الدريس ما شدش الاطوال برشا، ولكن كي شد احرز اهم لقب في تاريخ نجم الساحلي تشامبيونز ليغ 2007 فتح المودي. انت ذولي كنت في مصر، انا في مصر عملنا بالمكشوف وبالمكشوف في مصر. انا التحدي الكبير اللي عمره ما صار في تاريخ الاهلي المصري وعمره ما صار في مصر، نعطيكم النجم الساحلي وقت مشينا دور السي اس اس ومشينا معاها بالمكشوف، وعام من بعد مشينا مع النجم الساحلي. الذهاب النجم الساحلي والاهلي لهنا شفر شفر، الاياب استاد 90,000 متفرج، دنيا اخرى عالم. حسني مبارك يتفرج والدنيا الاهلي والمصر، هو مصر هو القاهره، ما عندكش فكره معناها. والاطوال وليدات صغار وكذا وعامل زيرو زيرو، معناها بوتريكا وين الجمعة يا ولدي، وين معناها الحقيقة. حتى حد ما كان يتصور، واحنا عملنا ديركت مع الاشقاء من مصر، احمد شوبير وجماعة جاونا لتونس، بث موحد بالمكشوف تونس، وتفهمنا باش نعملوا بث موحد في القاهرة. وجي القاهرة لجيهم القاهرة اليوم هم استنى اللي صار ليلتها شوبير وجماعة
اول ما بديت الحصه مسيرش تاريخ انت موجود اه انا موجود على البلاتو النجم الساحلي ربح 3-1 وانا على البلاتو عاد قلنا 3-1 يظل لي احمد شوبير قال لا 2-1 الهدف الثالث سجله في الوقت الضائع في دقيقه 94 ناخذ انا الكلمه اه كنت قبيح شويه حتى مازلت حتى التو والله كيما نحكي قلت له سي استاذ شوبير الهدف الثالث سجل في الوقت الضائع ما نحسبوش 2-1 رجع لنا كاس فريق نتاع النادي الصفاقسي سجلتوا انتم في الوقت الضائع في الماء في الماتش فوالا دونك هذه من اللقب الكبير بيان سور معز دريس النجم الساحلي مدرسه مدرسه النجم الساحلي والترجي والنادي الافريقي والنادي الصفاقسي وبقي مؤسسات مؤسسات نتاع التربيه ومن احزاب ردوا بالكم هذه مؤسسات تري تقول النجم الساحلي في الساحل مش في سوسة في الساحل راه حاجة كبيرة تقول ترجي الرياضي التونسي في تونس العام في باب الشويقة وباب القوية ثم نحكي لك والنادي الافريقي في باب يجي مؤسسات ويودي يا احزاب خذوا دروس من الفرق هذيا شوف التعب الشعبية يا فتوح نحب نسك سؤال بالله اذا كنت ناجم تجاوب عليه في دقيقة سؤال هذا نحب نفهمه وبرشا عباد اذا يحبوا يعرفوها لا ريفاليتي موجودة بين الاندية الكل وهذا يعطي الشارم نتاع الكرة القدم في العالم الكل علاش لا ريفاليتي ما بين ليتوال والنادي الافريقي ماهيش نفسها لا ريفاليتي بين ليتوال والترجي لانه عندهم خصم كما انا نعطيك انا منعطيك بالتاريخ اللي هو كانت هو الاسبيرانس هو الترجي لانه عنده خصم هو نفسه النادي الافريقي والترجي الناس كل يعرف التاريخ بيان سور معناها الفرير انمي وراهم كنا نمشيو للاستاد راهو النادي الافريقي والترجي ملحومه نطلع مع بعضنا الناس كل مع بعضنا معناها فمش مشكله ويقعدوا مع بعضنا ونروحوا مع بعضنا مهما كانت النتيجه مي لا ريفاليتي بين الاسبيرونس والكلوب خليت وانه ولدت معاها تولدت معاها راهو من الستينات ردوا بالكم فما عوامل تاريخية وعوامل تاريخية مش حتى رياضية برك لا تاريخ تولدت مع من الستينات لا ريفاليتي لسبرونس ليتوال ليتوال تحلت في مقابلة ضد الترجي في الكاس تحلت وقتها حلها الزعيم بورقيبة عملت عام دايرة ذي أحسن بارونتيز في تاريخ ليتوال تحلت النجم الساحلي ما عادش موجودة عام كل اللاعبين منهم عبد المجيد شتات شاو الاستاد سوسيان الاستاد سوسيان هزت عملت الدوبلي يظهر لي ولا هزت شامبيونا ولا هزت ما خسرت حتى ماتش الاستاد سوسيان ومن بعد عام رجعت معناها شوف دونك هذه مؤسسات راه شبيك فما ناس تحب فريقها تحب الترجي تحب النجم تحب النادي الشيخ اكثر ما تحب عائلته راه اكثر ما تحب عائلته راه الهيومور نتاعو وانهي معناها طبيعته شيخ مفرهد ولا مغشش حسب النتيجه حتى نتاع المينيم راهو شو دونك بديت بالتاريخ دونك خلاو والترجي كان مسيطر برشا وقوات قوات ونجاوبك قوات راهو التقارب بين النجم والافريقي قوات تقارب وقت اللي الترجي سيطره مطلقه على البطوله وقتها كانت تذكر قداش من بطوله مع سليم شيبوب دونك ولا تقارب تحالف طبيعي تحالف لانه العدو واحد ما انا ما قلتش العدو دو مون انمي مون امي لانه الخصم واحد الخصم واحد عيد ميلاد سعيد للنجم الرياضي الساحلي ولكافه احباء النجم الرياضي الساحلي ونحن زادة هنا في البلاتو سعداء بوجود دو ليجوند من النجم الرياضي الساحلي اللي لبسوا ماريو النجم الرياضي الساحلي واللي لبسوا البراسار دو كابيتانا نتاع النجم الرياضي الساحلي عمار جمال اللي احرز كل الالقاب الممكنه مع ليتوال وكذلك مجدي التراوي واحد من ابرز لاعبي وسط الميدان في النجم الساحلي وكان وقتها احرز الشامبيونز ليغ تاع 2006 زوز هما ديجا عمار جمال لعب الماتش نتاع الاهلي وعيد ميلاد سعيد وتحيه لكل احباء النجم الرياضي الساحلي فاصل ثم نعود نحكيوا على ترجي وافتتاحيه فتحي المولدي بعد الفاصل كاملين في سبور بلس مع ايمن زروق على اي اف ام احلى راديو انتم تسمعوا في سبور بلس من 7 ل 8 تاع الليل مرحبا من جديد في سبور بلس اذا بعد شويه باش ناخذوا كل التفاصيل الخاصه بالندوه الصحفيه للترجي الرياضي التونسي الشناوي حارس الاهلي وكذلك نبيل معلول شنو اللي علقوا شنو اللي حكي كذلك نحكيوا على قرار الاستئناف الصادر عن الكاف اليوم صباح قبل هذايا الكل افتتاحيه الخميس بعنوان اليوم رجاء يا ترجي الحدث غدوه حدث تونسي عربي افريقي تونسي لانه الترجي هو قعد لنا العنقود الوحيد في كؤوس افريقيا
عربي لأنه منافس اسمه الأهلي المصري، إفريقي لأنه الإطار هو نصف نهائي ذهاب رابطة الأبطال الإفريقية. دونك حدث ثلاثي الأبعاد، حدث كبير مع الأسف. ترجي ما حضروش مليح، ترجي ماهوش حاضر مليح معنويا، فريق ماهوش في التوب، النتائج الأخيرة ما تبشرش. كرويا فريق ناقص برشا، ركائز جرى الإصابات، أهمها أكبر جزء أسلحة متاع الترجي اليوم غيلان والهوني. جماهيريا كارثة، كارثة لأنه الفريق بشفقت حضور اللاعب رقم واحد متاعه. كي نقول اللاعب رقم واحد أنا نعرف على شنو أنا حكي، لأنه فهم برشا ماتشوات جابهم جمهور الترجي في كأس إفريقيا بالذات. لكن زايد الحديث على الأسف، وعلاش ما يوليش الأسف سلاح باش نتحداوه؟ الأسف يولي تحدي. المعنويات الفلوب، انتصار نتيجة حلوة يولي توب. كرويا ناقصين وغيابات، الحاضر يززي، الحداش اللي باش يلعبوا راكم لابسين مريول الترجي، ماكم تعبتوا من البنك والقاعدة، أيا وخيط باش تحلوا فلوسكم، هذه فرصة العمر. جماهيريا رب ضارة نافعة، لعل فيها خير. وتفكروا أنكم تلعبوا بعذر الجمهور لطف عليك، وخاصة خاصة تلعب الجمهور ملايين يتفرجوا فيكم. خلاصة أحسن حاجة في المقابلة هذه، بيك الترجي يبدأ مهوش فافوري، بيه الترجي يبدأ مهوش مرشح، على خاطر ساعات الثقة الزايدة تولي بلاش فايدة. أنا نسمع ونتبع، ولأني عندي اتصالات وعندي تدخلات ومداخلات مع الإعلام المصري. شيء غريب عجيب غريب، الإعلام المصري حاطت اللعبة في المكتوب وأنها مقابلة شكلية، أسهل مقابلة من اللي بدأت كأس إفريقيا السنة. الإعلام المصري حاطتنا في المكتوب، إن شاء الله غدوة يجيها الجواب بعد الغروب. هذا يا ستار للأهلي المصري، كادو رسالة مضمونة الوصول لفتحي المولدي الافتتاحية ذي وغيرها من الافتتاحيات السابقة، تلقاوها بتبيع على موقعنا EFM.in وكذلك على صفحتنا EFM سبور وراديو EFM. نحكي على قرار لجنة الاستئناف بتثبيت وتأكيد عقوبات لجنة الانضباط، موضوعنا في التاكوتاك. إذن القرارات قعدت هي نفسها، نذكروا بالقرارات أنه 4 مباريات دون حضور جمهور ضد الترجي، زوز نافذة وزوز مع تأجيل التنفيذ 12 شهر، كذلك سورسي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي في صورة وقوع أي إخلال وإلا تجاوز من الجماهير فإنه الترجي سيحرم من الدورة المقبلة، سورسي 12 شهر، وكذلك 300,000 دولار خطية مالية. القرارات ذي الصدر على لجنة الانضباط، ترجي نذكروا ناس كل أنه عمل الاستئناف يوم السبت الفارت، واليوم أصبح تصدر قرارات لجنة الاستئناف بتثبيت وتأكيد العقوبات وما نقص حد شيء وما تنحى حد شيء. هل فاجأكم قرار لجنة الاستئناف؟ نعم أم لا؟ الإجابة على السؤال هذا في 40 ثانية لكل من وليد قرفيلة وفتحي المودي، ثم بش يكون معنا في المباشر الأستاذ رياض التويتي رئيس لجنة القانونية للترجي. فاجأك القرار وإلا تعتبره عادي ومنتظر؟ ولي 3-2-1 توب كرونو. قرار عادي وقرار منتظر، ونقول لك خليني نقول لك حاجه، كان جيت عندهم الامكانيه قانونيا انه باش يزيدوا على القرار هذا، خاطر ما عندهمش يا اما تخفض يا اما تخلي القرار، ما فماش امكانيه قانونيا انك تزيد عليه. كان جيت عندهم امكانيه من خلال الشيء اللي صار والكلام اللي تقال انهم يزيدوا، راهو زيدوا القسوه والحده نتاع الريجيديتي تاع كيفاش تعاملت اللجنه اللي هي 3 أو 4 حضروا تو الاستاذ تويتي اكد لنا الشيء هذايا مع الهيئه القانونيه للترجي اللي كانت تقريبا الكل موجوده في سابقه. معناتها تخيل استاذ الليبيري العضو الليبيري تاع لجنه الاستئناف رجع للمقابله نتاع الوداد ورجع يتكلم على المقابله نتاع الوداد وشنو اللي صار في مقابله الوداد، ورانا ما نسيناش يبدو انه كان حاضر في المقابله هذه، شنو اللي صار في مقابله الوداد
واجمعوا الكل. شنو اللي صار تقصد في الجوانب الامنيه؟ الجوانب الامنيه والجوانب حتى اللي صار شنو الخفيت هذيك سابقه تاريخيه باش تقعد حاجه تاريخيه في علاقه الترجي بالكاف تحب ولا تكره ماهوش باش ينساوها بسهوله الشيء اللي صار على مستوى التقاضي والشيء اللي صار في الكاف. ولو وقتها لجنه من الكاف تاع ريمون هاك هي اللي اعطت حق الترجي الرياضي التونسي، لكن اللجنه تاع الاستئناف كانت معناتها تقريبا ما سمعت معناتها قلت لهم اللي صار مش معقول ومش مقبول والشيء اللي صار هذا راهو يحشم معناتها بطريقه اخرى. باهي دونك قرار منتظر يعني قلت لك جيت فما امكانيه تزيد الى فتح المودي 3-2-1 توب كرونو فتح. بالطبيعه ما تفاجئناش، ولكن انا اللي فاجئني هو القرار الاولاني حكم بالاعدام على الترجي، يتسمى حكم بالاعدام علاش؟ لانه ما تلعبش النصف النهائي ولهذا فيها تخطيط، ما تلعبش النهائي لو تترشح للنهائي ما تلعبش النهائي زاده. قداش فلوس هذم؟ مليارات باش يخسرهم الترجي. هذه النقطه الاولى. قلت لك حكم بالاعدام، تربح الاهلي وتتعدى احنا هنا عكلناك، نتعرضوا لك في النهائي، في النهائي وربما يجي فريق مغربي يا هاكا يلقى الامور كيف كيف جاهزه. وشنو معناها عندك حكم تضربني بمليار، تضربني بزوز مقابلات اللي هما نصف النهائي والنهائي ايفونتويلمون ويكلو، وتضربني بجوز مقابلات سرسي وتقول لي اي تحرك رد بالك، معناها تتحرك نحيك جمله، انت نحيتني، انت نحيت، انا ما نتفاجئش لان نعرف الكاف شنية. الكاف لهنا عصابه، الكاف عصابه تخدم في مصالح. الكاف حكمت على الترجي على البطاقه رقم 3 نتاعها، اللي هي البطاقة رقم 3 نتاعها فيها حاجة اللي ما تدخلش البطاقة عدد 3 او ما دخلوها، ما هضموش كيفاش الترجي يشكي بالكاب في التاس، كيفاش الترجي يعطي كف للكاب في التاس، كيفاش الترجي ياخذ كاس افريقيا من جنيف، وكيفاش الترجي يطيح سيد احمد اللي كان يعمل ايش يحب وشكون يطيح له كلمة. احمد راه في استاد رادس قال لهم سي انتهى الكاس في المغرب، كاس في المغرب، ومعناه وخذ قرار وعمل اجتماع وحده ومشى لباريس وهرم. راهو تاريخ، هذا تاريخ نحكي لك بالليالي وبالساعات، ورياضي يعرف هذا الكل. اليوم الترجي عوقب على كونه شد صحيحه مع الكاف، على كونه تحدى الكاف، دونك الكاف جاتها فرصه باش تحكم على الترجي بالاعدام. ولهذا انا يلزم الترجي، عندي فرصه انا باش نمشي للتاس، نمشي للتاس لانه فعلا هذا يا راهو نقول لك من الاخر هذا حكم بلا يا ولدي. طابتش كعبه بني ما تلعبش في الليفر العام الجاي، ما عادش تلعب. انا الحقيقه اعتقد مانيش مخافش نعطي رايي الشخصي، الحقيقه انا هذايا السورسي نتاع 12 شهر في صوره حدوث اي تجاوز صح، معناتها كما قال المتر كعبه بني كعبه فلام اي حاجه تنجم تصير ما يلعبش. اعتقد انه هذايا اخطر من القرارات الاخرى، اخطر من المليار واخطر من الويكلو، اخطر من ماتش الاهلي بالجمهور ولا من غير جمهور. هنا هذيك علاش نحب نتوجه بالسؤال، هل ثم نيه نتاع التوجه للتاس اونكور اون فوا معناتها بعد الاستئناف ولا لا؟ على كل موجود معنا في المباشر الاستاذ رياض دويتي، مساء الخير. اهلا وسهلا سي رياض. وي عسلام، اهلا نسلم عليك وعلى سفر دمسير وعلى سي وليد. مرحبا بكم. مرحبا، اهلا وسهلا. قبل كل شيء نتوجه لك بنفس السؤال نتاع فقرتنا لليوم، هل فاجاكم القرار ولا الا كنتوا منتظرين؟ نهار الجمعه اللي فات كنت دخلت معايا سي رياض التويتي، قلت لك جمهور الترجي هل يامل، هل ثم بصيص من الامل؟ قلت لي صعيب لكن ما فما حد شيء مستحيل مع الترجي الرياضي التونسي. اليوم القرار واضح، هل فاجاكم القرار تاع لجنه السينما ولا لا؟ وقتها قلت لك الترجي ما يسلمش. احنا عملنا المطلب وطلبنا استعجال المبرر ومشاو معانا. شوف القرار اللي فاجئ اكثر هو فما حاجتين تفاجئوا، القرار الاولاني قالها فتحي توا يعني قرار صاعق تم على الكلمه، معناها فتحي قبيله يتكلم قال انا في عام 76 في الرياضه اكيد يعرف خير مني برشا حوايج، انا راني نقري في النزاعات الرياضية منهم النزاعات التأديبية عندي توا سنين ونتبع شوية شتير. ما عمري بصراحة ما عمري مريت قرار بالقسوة هذه، جامي صحيح. جامي في السبور تو سبور كونفوندي نفكر حتى اللي هدوهم كذا حتى صار ما صار، ما عمرها ما صار بيان سور اون اكسبت اللي صاروا فيهم نوتة لا يزال وكذا هذوكم انا هذوكم جرايم، اما القسوة نتاع القرار هذا كقرار تأديبي انا شخصيا ما عمري مريت. ما عمري مريض
معناها يمجين فتحي انت فما في الكود ديسيبلينير فما اون باتري دو سانكسيون فما معناها مجموعه من العقوبات عطاوهم لنا الكل كلهم في الماكسيموم صحيح الكل معناها نورمالمون اللجنه الجوري عنده معناها بوفوار دابريسياسيون عنده سلطه تقديريه ينجم يعطي ويكلو وخطيه ينجم يعطي هذا ولا هذا لا هو عطاك الكل افيك لو ماكسيموم راهي حتى لي دو ماتش ويكلو فرصي راه معناها ما يتحسبوش تخفيف راه خاطر ما يجيبش يعطي اكثر في الفلوس ما ينجمش يعطي اكثر من 300 الف دولار بالنص راه القطايا يوصلوا 300 الف عطانا 300 الف الويكلو عطانا اربعه وزادهم العقوبه التكميليه هذيك نتاع السانكسيون كومبليمونتير معناها اذا تحرك كما قال فتحي قبيله تشعل فلام ولا تشعل حتى عرفه فيه في كذا ينجم معناها يعلقك للكومبيتيشن القصف وهي اللي هي اللي فاجر معناها اذهلتنا معناها يعني تو مسوني بها معناها ما كنتش نتصور ان العقوبات توصل للدرجه هذه بون تو علاش وشنو هي الاسباب بون فوقت عاد كل واحد يولي يقدر كما هو يراه حسب رايي انا تري رابيدمون فما حاجتين بتاتر معناها الحاجه الاولى ليزيماج ما يلزمناش ديما قلت حتى لزملائكم اللي بالعشيه قلت لهم راهو يلزمنا في تونس نتعلموا نغزروا واحنا في مرايا احنا تو ما تعلمناهاش هذيك فور ليزيماج فور ولي فيديو معناها عمره ما صارت في ملعب لا صور صادمه ومقرفه وفضيحه وكل شيء حاجه ثانيه بتاتر زاد فما شويه نظروش التالي شويه نظروش العقوبات قبل تعطات ولو ان هنا ما عندهمش الحق باش يعملوها ما عندهمش الحق باش يعملوا هكا توا معناها اسكو الكاف هي تلوش فيها للترجي ولا بون خاطر باش نقول لكم حاجه معناها بتاتر باش نجي شويه عكس اللي قلتوه انتوما توا راهم لي دو جوري هذوما لجنه الانضباط ولجنه الاستئناف راهم هما اللي عطاو حق الترجي في قضيه الوداد الكلام هذا لازم نستعصي قضية ما تبحثش في التاس التاس أكدت إلا كونفيرمي إلا كونفيرمي هي رجعتها إلا كونفيرمي أما راهو يعني الشجاعة اللي ريناها من ريموغاك في قضية الوداد لازم نقولها ونعاود نقول عنده مكتب تنفيذ كله اللي جاي ضد الترجي راه ماهمش لي كوميسيون طيب سي با فري اللي جاي ضد الترجي مكتب تنفيذ الكل اكزيكوتيف المكتب التنفيذي وقت خلنا نرافعوا نهار 7/2019 قدام ريمو اك عنده قرار مكتب تنفيذي قرر باش يعاود الماتش جاهز دونك معناها بون هما اللي ميم جوري هذوما الزوز اللي هو خصمو دونك أستاذ رياض أستاذ رياض هنية فما نية في التوجه إلى محكمة تحكيم دولية للتاس والله شوف سي تخطو بوغون بارلي معناها مازال بكري شوية لازمنا نشوفوا مع الإدارة نتاع ليسبيرونس الساعة خاطر ما تخلوش احنا تخلو إدارة الترجي رئيس الجمعية ومسؤولين على كرة القدم وبيان سور من بعد لازمنا ندرسوها من الناحية القانونية زاد باش تمشي للتاس لازم تدرس باسكو شنو هو لوبورتينيتي شنو هما لي شانس شنو هما كيفاش تنجم تعمل باش تمشي للتاس هكاك وتخلي الناس تستنى وفوار بتاتر يعني يقع دراسه الموضوع بشكل موضوعي في اللجنه القانونيه للترجي والهيئه الترجي بشكل عام اذا كان ثم امكانيه نتاع التاس فهذا ما كومش ترجعوا بتولي هذا هو من اداره رئيس الجمعيه وكما قلت لك نستناو الدومي فينال اذا كان الترجي ترشح وقتها تكون فما ماشيين في التاس بون فيرا من بعد اذا كان نمشيو ماناش باش نوخروا كان ثم امكانيه نتاع التاكس اما جو ريبيت مره ديزولي راه باش نقولها صراحه معناها حتى انا عندي اصدقاء من مصر واهلاويين وفتحي يعرف في مصر عندي ثلاثه على اربعه يحبوا الاهلي صحيح كتبوا لي زملاء قريوا في الجامعه حتى صحفيين زملائكم قالوا لي اصوات كثير هما بيتهم نقول لك جميل معناها بون ما حدش يدخل في تفاصيل الجلسه عليها وليد كبيرة اللي انا ما عنديش حق نحكي عليها خاطر ما تعرف ما وجه التحفظ مي راهو شعلينا في اللي صار في الجلسه فما راهو الفات احنا رانا قلنا لهم البارح شدينا في حاجه قلنا لهم يا ولادي راهو كي تقرا القرار تقول ماتش وقف تقول راهو فما عباد جرحت
راهو فما سيكوريتي نتاع راهو الماتش كمل، راهو ما صار حتى شيء في وسط التيران، راهو الكوميسير دي ماتش ولا الاربيتر راهم رجعوا المقابله وتلعبت وما صار حتى شيء. معناها هذا الكل ما شافوش، الكل ما شافوش، علاش؟ شنو هي الخلفيات؟ شنو هي كذا؟ وكل واحد يقدر كما هو يضر. واضح في امور اخرى انا ما بوقف هذاك اللي صار. مع الأسف الشديد بالنسبة للهيئة القانون الترجي الرياضي التونسي، عندك تفاعل إلى نجوز خط معاش عن وقت بالكل فتح باش نحكيو على المباراة والتشكيلة والكونفرنس بريس؟ لا، في كلمة أنا نحب نحيي خويا رياض برك الله عليه، ياسر موضوعي وما يحبش معناها ما يعطيش دفوز اسبوار وديما اللي فما فما مي أنا رأيي هو شوف قداش يقولك نرجعوا الرئيس الترجي والإدارة وشوف ما أنا من الموقف متاعي أنا كإعلامي اليوم نعطي رأيي، أنا عندي فرصة نمشي للتاس ما مفلتهاش، لأنه عايشك اللي قررته معناها الكاف راهو ماهوش عادي ذبحت. معناها سمحني للماكسيموم في كل شيء، معناها كان فما حكم بالإعدام يتنفذ نفذته وقال لك اقصى العقوبات يا ولدي، الكل مشيت في التوب في التوب في التوب، معناها قريب تشد المجله وتحطها على تلبسها للترجي، معناها هذاك علاش انا نقول رايي. وهو بطبيعه الحال لجنه وفما ورئيس النادي لوبورتونيتي يلزمها معناها تكون موجوده، على خاطر مهما تكون نتيجه الدومي فينال مهما تكون النتائج الكل راهو عندك سيف لبيدو داموكليس، سيف على رقبة الترجي، على الأقل تنحي السرسي، على الأقل تنقص أي من كذا، على الأقل وراه نحكيو على الترجي ونحكيو على كأس إفريقيا، راه نخاف غدوة نندم اللي ما مشيش للتاس، لأنه على الأقل في التاس هما إمكانية. السيف باش يقعد على رقبتك تيلة 12 شهر، معناها تيلة 12 شهر على هذا رأيي أنا يا خويا رياض. واضح، لا نحترم رأيك وكاو، فقط تسمح لي أين مشيت 10 ثواني. جمهور الترجي شنو راهو معناها اقل مثل معناها خدمه كبيره من زملائنا في الهيئه المديره ووصاهم ووقفوا معهم وميساجات وتوعيه وكل شيء، الامور كل تعديت خارق العاده. اللي صار نهارتها نعاود نقولها مش حبش نطول عليك، خارج راه مو جماهير الترجي اللي عملت عنا فيها تو القضاء يثبت. انا اول مره راه في تونس قضيه معناها شغب في الملاعب بخلافك الحديث الكبيره، ثم شكون توفى الله يرحمهم وكل شيء يتحل تحقيق تحل معناها امور تاع جنايه. طلبتوش بنتائج تحقيق من وزاره الداخليه بربي يا استاذ؟ طلبتوش بعد كان لا 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 تحقيق في القضاء. اي اي واضح واضح، قاضي التحقيق هو اللي توقفه اكبر بطاقات بتاع في اشخاص. انت دي تضرب النار في بلاصه فيها ناس وتعرف اللي فيها ناس، اوك بعدك فتح يعطيك العقوبه تضرب النار بالطريقه هذيك والناس تتفرج. فما بلدان اخرى ما نحبش نسميها وتعرفوها ومانيش باش نقولها، اما تعرف في بلدان اخرى يشوفوا فيه يضرب النار هكاك، نسال انا باش يعملوا له الشرطه شنو يعملوا له؟ انا عندي شويه فكره رياض على التحقيق في بن عروس، شيء مهول يبدو، شيء مهول شيء رهيب. انا دونك جماهير الترجي انا ننزه من الشيء اللي صار، جماهيرنا الحقيقيه راهو مش لكن هذا من العقوبات هذه راهي موجعه. انا كمحب راني موضوع ياسر وجعت منها برشا، تعدى عليها ما تعدى، أول مرة تحس بوجيعها معناها. واضح جدا. يلزمهم يكملوا هكا، يكملوا، ما عادش نرجعوا بالتوالي. ما نساول هو الكومبورتمون نتاعو كان مثالي الحقيقة، جمهور الترجي تنقل مارتين للجزائر بأعداد كبيرة برشا لمصر ومسار زيرو ديبوردمون. يلزمهم يكمل يقعد مثالي وأني بهذا، يكمل يقعد مثالي، سيرتو كو توا راهو فما سيف اخر مسلط على ربي. راهي في تحريكه اخرى راهو تاعكم ومرسي وبونسوار. يعطيك صحة الأستاذ رياض التويتي رئيس لجنة قانونية للترجي الرياضي التونسي. نتائج تصويت الجمهور السونداج تاع اليوم 55% يقولوا نعم فاجئهم قرار لجنة الاستئناف، و 45% لم يفاجئهم قرار لجنة الاستئناف كما وليد وفتحي الفون بارتي من 45%. نخرجوا فاصل ثم باش نحكيو على الترجي والأهلي، المباراة غدوة، ندوة صحفية، تشكيلة المحتملة للترجي وقائمة اللاعبين المدعوين. بعد شوية نكمل في سبور بلس مع أيمن زروق على إيفام أحلى راديو. مثنين الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل إيفام سبور بلس أيمن زروق. أهلا وسهلا، مرحبا من جديد في سبور بلس. توا 7:43 دقيقة، نحكي على الترجي والأهلي قبل 24 ساعة من المقابلة.
الشيفر دو جور. بعد شوية نكتشف بعضنا الشيفر دو جور قبل ذي نسمع نبيل معلول مدرب الترجي الرياضي التونسي أبرز ما قاله في الندوة الصحفية اللي كانت حاضرة فيها زميلتي بشرة سعيد. نسمع نبيل معلول ورجعين للبلاتو. الترجي الرياضي التونسي هو اللي عنده تحدي. الترجي الرياضي التونسي لأنه أنا ممبر معناها عضو من المجموعة اللي متواجدة واللي تحاول باش تنجح الترجي الرياضي التونسي. معناها إذا كان فاز الترجي راه مش نبيل معلول، وإذا كان هزم الترجي الرياضي التونسي هو نبيل معلول صاب بدون أدنى شك. لكن إذا كان فزنا هو خدمة نتيجة معناها شغل كبير قاعد تقوموا به الإدارة، قاعد يقوموا به الإطار الفني، الإطار الطبي، الجماهير نتاعنا باش نفتقدوها برشا 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 غدوة، لأنه تعرفوا الدزان الجماهير نتاعنا. هذا بدون أدنى شك معناها أنه مش تحدي بالنسبه لي انا شخصي، لا ما نجمش يكون تحدي بالنسبه لي انا شخصي، تحدي بالنسبه للترجي الرياضي التونسي لانه تعودت الجماهير نتاعها انه تكون موجوده رياضيا. اون باس بلاندر خاطر شفتوا لي دو ديرني ماتش اللي احنا معناها انهزمنا فيهم، كنا افضل من المنافسين نتاعنا برشا برشا برشا. لما تشوف معناها نص ساعه ربع ساعه الاخرانيه ولا لي فان ديرني مينوت تاع البرمير ميتون والدوزيام ميتون الكل هدرنا ثلاثه اربع اهداف كانت سهله. معناها النادي الافريقي كان يحب يوفى المباراه بالتعادل ظهر حتى من خلال التعامل اللاعبين مع المباراه. مي الكره ما تحبش، انا فرحان برشا متغشش برشا على النتيجه خاطر معناها ان ديربي وما نحبوش نخسروا ديربي، لكن بريستاسيون اللي عملوها اللاعبين سورتو خاصه في الشوط الثاني والكره اللي تلعبت في الشوط الثاني اذا كان نعاودوا نلعبوا بنفس المستوى هذاك غدوه نتيجتنا تكون ايجابيه خاطر الكره ما تنجمش تعطيك بظهرك ديما. بدنيا انه حتى من خلال المباريات الاخيره سواء نادي صفاقسي ولا نادي الافريقي كملنا المباريات خير من الادفيرسير بتاعنا مانكزي اللي هم معناها باه كان مرتاحين علينا سورتو النادي الافريقي في الماراثون تاع المباريات اللي لعبناهم احنا فيزيكمون بري. تاتيري المباريات ما قلقنيش لانه عملنا تحضيرات بدايه موسم متميزه جدا. طبعا مباراه الموسم والشوط الاول بدون ادنى شك لانه شفنا المباريات الكل اللي لعبهم ترجي الرياضي التونسي مع الاهلي معناها ما كانتش مباراه الذهاب هي الفاصله، بالعكس حتى لقعد تقعد لاخر دقيقه. مباراه غدوه مهمه، نتيجه غدوه مهمه بدون ادنى شك، لكن مباراه العوده ايضا عندها قيمه كبيره. الديسكور اللي قاعدين نقولوا فيه من خلال اجتماعاتنا مع اللاعبين في الاربع ايام هذوما الاخيره بعد ما لعبنا مباراه الافريقي هذه مباراه الموسم، هذه معناها في حاله الفوز والترشح ان شاء الله تخليك تلعب التشامبيونز ليج مهما يكون المنافس فينال تاع تشامبيونز ليج معنويات مرتفعه جدا، تخليك تلعب تحت حظر نهائي كاس تونس مرتفعات بمعنويات مرتفعه، لان نهائي كاس تونس يجي 10 ايام مباشره بعد نصف النهائي الاياب ضد الاهلي المصري. اصعب مباراه واكبر مباراه واهم مباراه في الموسم هي مباراه الاهلي. احنا ماناش سوربريز للاهلي والاهلي ماهيش سوربريز لنا، حتى تغييرات المدرب نعرفها. فانا وقت يبدا خاسر ايش يعمل، يبدا رابح ايش يعمل، شنو هي ليكيب تيتولير اللي باش تلعب غدوه ان جور بري، شكون باش يكونوا موجودين، الكتر واتروا نتاعو هي بيدها باش تكون موجوده غدوه. وقت يتقدم المباراه شكون يخرج من الوسط اذا كان حاجته بلاعب وسط ميدان هجومي، فما ملاعبيه اللي عندهم اسمهم باش يكونوا موجودين وعندهم خبره كبيره يكونوا موجودين غدوه على البنك واللي نجموا يعرفوا في اي وقت ويعملوا ديفريزا. مش نفس العدد، مش نفس النوعيه مالغري لي زابسونس اللي تحكي عليهم انت، خاطر وقت اللي معناها غدوه براتيكمون عندنا 4 و 5 ابسونس امبورطون معناها في مراكز حساسه في مراكز مهمه مالغري سا يسون لا. نبيل معلول في هذا التصريح المطول وبالصوف لما قالوا في الندوة الصحفية وليد يقول مباراة الموسم، هذا هو الديسكور اللي قاعد يعطي فيه نبيل معلول والإطار الفني اللي ملعبيته في اللافيسير، هذه مباراة الموسم بو امبورت شنو هي الغيابات بو امبورت شنو لي سيركونسونس دو ماتش. الموسم 2022-2023 يتلخص في مباراتي الذهب والإياب وخاصة مباراة غدوة. أكيد دائما هو منذ بداية الموسم صرح المدرب نبيل معلول انه الهدف الاساسي تاع الترجي الرياضي التونسي اللي حكي على بطوله اللي حكي على كاس انه الهدف الاساسي وانه الخدمه اللي تخدمت والانتدابات اللي تعملت والتحذير هو الهدف الاساسي نتاعو رابطه الابطال الافريقيه. اليوم الترجي على بعد زوز مقابلات 180 دقيقه او اكثر من الهدف انك تكون في النهائي ساعه كهدف في حد ذاته، ثم زوز مقابلات اخرين الاكيد انه من نجم يقول كان الكلام هذايا. ان شاء الله الترجي الرياضي يكون حاضر من بكري اللي حكى الاستاذ انه ربما بعض الظروف الحقيقه ماهيش في صالح الترجي. ان شاء الله الترجي يصنع منقولوا ماهوش ضعف لكن من الظروف الصعيبه هذيا يصنع قوه وينجم غدوه يعدي مقابله بهي. راهو ترشح ما يتلعبش على مقابله، يتلعب على زوز مقابلات، معناتها راهو فما غدوه ينجم يكون نتيجه معينه اللي ما تظهرش في صالح الترجي، تنجم بعد الاياب تظهر النتيجه هذيك كانت في مصلحه الترجي. لازم الترجي نيغوسي لي دو ماتش
يتذكر يلعب ماتش غدوة وفي باله انه فما ماتش اخر ينجم يحقق فيه الترشح. اهم يعني حاجة الهدف هو التأهل وليس الفوز. انا اهم حاجة بالنسبة لي معناتها كترجي رياضي التونسي وكمدرب نبيل معلول انه الترجي غدوة ما يقبلش هدف، ثم يحاول يسجل هدف يسجل اثنين، لكن انه ما يقبلش هدف مش كيما سنة 2021 وقت نهزم في تونس هدف مقابل صفر وبعد المهمة كانت تقريبا شبه مستحيلة في لقاء الياب. دونك الترجي والمدرب نبيل معلول بالموجود لازمه يعرف كيفاش يتعامل مع زوز مقابلات باش يحقق الهدف الأساسي، والهدف المصرح به من قبل الإطار الفني هو التواجد في النهائي والحصول على كأس رابطة الأبطال الإفريقية. فتحي المودي يقول إذا كان نلعب ضد الأهلي غدوة بنفس المردود اللي لعبنا الروح به ونفس المردود واللي لعبوا به ضد النادي الإفريقي في الشوط الثاني، فقال أنا باش نكون متفائل، يعتبر أنه قدم الترجي الشوط الثاني ممتاز مع النادي الإفريقي، النتيجة حاجة لكن المردود مقتنع به، وقال أنا نحب نلعب ضد الأهلي كما لعب زيميتون ضد نادي الإفريقي. سمحني نبي، لو يلعب الترجي بنفس المستوى متاع الشوط الثاني ضد النادي الإفريقي أنا متشائم. الشوط الثاني بتاع النادي الإفريقي وفي واحد مشايل النادي الإفريقي، أنت مش هلعب ضد النادي الأهلي ودمي فينال شامبيونز ليج، معناها سينابيل انا ما كنت مفضل. فما بارتي من الكونفرنس دو بريس نتاعو باهيه ممتازه، نبيل اللي نعرفوه رسين عاقل موضوعي، فما بارتي ما عجبتنيش، علاش تحكي على انا خير من نادي صفاقسي وربحني وانا خير من نادي الافريقي وربحني؟ ما كنتش خير، اللي تفرجنا فيه انا شخصيا ما كانش خير الترجي الحقيقة، معناها ما كانش خير ضد النادي الافريقي، ما كانش خير ضد النادي الصفاقسي، ممكن عمل بارتي باهية ولكن النادي الصفاقسي استحق النتيجة الانتصار نتاعو، هذا وخي خير وانت خاسر، ما نعرفش نعملوا كي جينا الخير ضد الاهلي. معناها يا نبيل، معناها سامحني، هذه ملاحظة موضوعية، يعيشكم ما تعاودوناش الشوط الثاني نتاع النادي الافريقي. مشيش يقصلك تاع نبيل هذيك كم لا اخويا نبيل، انا نحكي ويعرفني لا ويعرفني يا نبيل يا نبيل، تمشيش تقول لهم عاودوا لي الشوط الثاني بتاع النادي، راهو النادي الافريقي الشوط الثاني خسرت واحد بشيء، مشيش يسمعوا كلام يا الاولاد، ما تسمعوش كلام نبيل في هذيا برسمك انا زمان يا نبيل. لا والله يا نبيل، لا معناها لا باش نقول اللي راهو تشامبيونز ليج حاجة أخرى، راهو دومي فينال حاجة أخرى، راهو الأهلي حاجة أخرى، وراهو الترجي صحيح نبيل والترجي خسر دعم كبير ياسر نتاع الجمهور، نبيل راهو معجزة، خليني أنا نقولها مسالش على مسؤولية، الترجي اليوم في النصف النهائي تشامبيونز ليج معجزة، باللي عاشوا السنة بالإصابات بالريتم بالقصان نتاع البطولة بالنسق باللي تحب أنت، راهي معجزة نصف النهائي راك، معناها في المربع الذهبي عايشك من الاربع الكبار متاع افريقيا، والترجي انا تفرجت السنة في كل مقابلات الترجي ولا مرة ريت الترجي اللي انا نتصور واللي نبيل يحبه، صحيح برشا اصابات وبرشا تغييرات، مي الترجي مايونيز مازالت ما شدتش، معناها تحس كل مرة فما تقريبا ثم مباراة ريفيرنس وحيدة هي الزمالك اللي غادي معناه اللي في رادس دوزيرو خاطر خسروا في لا نحكيها مقابلة الذهاب الذهاب اللي في رادس 2-2 هذيك ماتش ريفيرنس هذيك الاستثناء الوحيد، هذيك النوارة الضوء الوحيد في باركور كامل، أنا لعبنا مع الفريق الجزائري ذهاب وإياب ما ريناش حاجة كبيرة، لعبنا مع الزمالك غادي ما ريناش حاجة كبيرة، ضد الفريق السوداني في دقيقة 90 زايد رقداش معناها أربعة والتوغاي معناها، ولكن انا اللي حاجه اللي تخليني نامن بانه الترجي ممكن، لانه اسمه الترجي، لانه مريول الترجي، لانه راهو خلافا لما يقولوا فيه زملاء في مصر لعبه شيء ومحسومه وهكا، ربي شيخ خاطر خصمك طاح معناها، سمعت شيخ خاطر خصمك مش يلعب للجمهور، انا شيخ خاطر عندي جمعيه كبيره، انتم شيخين يا مصاروة على خاطر الترجي جاتوا نكسات وجاتوا ضربات من برا، انا ماذا بيا تشيخوك انتم تعطيوا ضربات للترجي، دونك انا شيخ على خاطر انا متفائل خاطر نعرف الترجي وش نتمنى، وتنقول لك هاو التمني متاعي، التمني متاعي مش انتصار الترجي بالطبيعة نتأمل نعم،
نتيجة تخلي مقابلة الإياب جوابل معناها حتى تعادل تحط ضغط على ال... تخلي مقابلة الإياب ثم لعبة في الرتوة حتى سفر سفر حتى كذا تخليها جواب لأنه شوف الإفراط في الثقة مش به خليهم هما شيخين في الثقة وإحنا الوثيقة تنهبطوا لهم الوثيقة الثقة في الوثيقة على غالب به تيتر الحلقة به محمد الشنابي حارس مرمى نادي الأهلي وقائد فريق الأهلي في الندوة الصحفية حاورته زميلتي بشرى سعيد ماشي يعني زي ما تقول 50-50 طبعا عشان الخبرات الأهلي وترجي في أفريقيا كبيرة واللعيبة اللي موجودة هنا وهنا عندهم خبرات كبيرة طبعا وبالنسبة لنا احنا عندنا ماتشين احنا بالنسبة لنا أي حد بنيجي نلعبه فرقة كبيرة فرقة صغيرة الفرق بيننا بالنسبة لنا احنا بنحترم الفرق الصغيرة قبل الفرق الكبيرة هو ده بالنسبة لنا اللي احنا مشغلين عليه الفترة اللي فاتت بالنسبة لنا احنا عندنا بكرة ماتش مهم جدا مع فريق كبير ترجي تونس طبعا احنا بنحضره بشكل كويس وبعد كده بنفكر في الماتش اللي بعديه اهم ماتش هو ماتش بكره ان شاء الله بس برضو الترجي فرقه كبيره وعنده قائمه كبيره من اللعيبه يعني اي حد يكون موجود اكيد طبعا هيبقى نفس المستوى اكيد اي فرقه كبيره بيبقى عندها قائمه كبيره زي الاهلي زي اي فرقه كبيره في افريقيا بيبقى بالنسبه لاي حد يكون موجود بيبقى احسن من اللي موجود يعني هذا إذن محمد الشناوي حارس مرمى نادي الأهلي وليد نحكيه على تشكيلة ملامح تشكيلة أكثر من مجرد ملامح تقريبا تشكيلة شبه اليقين عندي الدبشي في الكاج على يمين بوشنيبة على يسار بن حميدة مريح وتوقع في محور الدفاع في وسط الميدان كوليبالي صابر بوغرين ومحمد علي بن رمضان بلاصة بين راشد العرفاوي أو أنيس البدري معتز ضديم على يمين وبن حمودة كقلب هجوم هذه هي الملامح ولا عندك شيء تعليق ثم ربما مازال مش محسومة بين بوشنيبة ومحمد بن علي مش محسومة بين بوشنيبة ومحمد بن علي ومن خلال كلام نبيل في الكونفيرانس كيقول لك فما من لاعبيه تاع خبره باش يكونوا موجودين على البنك نفهموا اللي ربما انيس البدري باش يكون غدوة على بنك الاحتياط مش باش يبدا المقابله باعتبار استعاده صدام وصدام يعطيك الكيليبر من الناحية الدفاعية اليوم رد بالك معناتها باش تلعب من أقوى الفرق في إفريقيا باش تلعب ضد من أهم الأظهرة في إفريقيا كي نحكيه على علي معلول خاصة دونك كيفاش باش توقف علي معلول نقطة القوة تاع الأهلي المصري إلى جانب الشحات وعبد القادر شكون باش يكون حاضر واحد منهم باش يلعب وكذلك على اليمين بيرسيتو دونك هنا هذه المعادلة دونك كما قلت لك من بلاصة بين بوشنيبة ومحمد بن علي صدام باش يكون موجود عارفيوي باش يكون موجود وبقيه التشكيله اكيد باش تكون تكون واضحه معناتها اللي استنسنا بيهم تقريبا 9 لاعبين اللي استنسنا بيهم بن حميده توغاي مرياح واللي سميتهم انت الكل ما يكونش ممكن ثم افونتاج البوشنيبه باعتبار انه مباراه الاياب مش باش يكون موجود فيها بوشنيبه لانه باش يسافر مع منتصر لوحيشي ومنتخب الاوفا الى الارجنتين فكرتك معقوله فكرتك معقوله لكن خاطر نعرف توا في مركز ظهير ايمن فماش رقم واحد ورقم اثنين معناتها حتى هنا شكون يؤدي افضل هل بوشنيبه او بن علي ولا معناتها تالي اصابات بن علي حسب ما شفنا من الاشهر الاخيره انه لافونتاج على بوشنيبه صحيح فكرتك معقوله بالنظر تقول انت نخبي بن علي ونضم انه لاعب حاضر انه لاعب للرتور يصاب ولا حاجه باعتبار انه بوشنيبه ما عنديش باعتبار انه الاظهر اليمين الاخرين تقريبا ما لعبوش برشا في المركز هذاك نحكي على زياد مشموم نحكي على رائد الفيدا لكن انا قلت لك ال 50-50 50-50 زاد فما منافس يحكم فيك فما انت باش تمشي للهجوم ربما من الناحيه هذيك فما برشا حاجات تاعكم تخلي ربما كما قلت لك بوشنيبه ولا محمد بن علي تعليقك على التشكيله فتحي المودي ديما نقولوا في ظل الغيابات وفي ظل الخيارات المتوفره تقريبا فماش برشا شواء ما فماش حتى شواء ما فماش شواء بالكل معناها هذه تشكيله الضروره تشكيله الضروره ما عندوش خيار ما نجمش يتفلسف ما نجمش كذا ما نجمش ونبيل ما نتصورش معناها في مقابله بالاهميه هذه باش ياخذ ريسك باش ربما يغير يا الاسلوب يا اللاعبين هذوما اللاعبين اللي نعرفوهم الباهي المطمئن وانه الدفاع ستابل واضحين خاصه في اللاكس معناها جوج من اللاعبيه موجودين مريح وتوغاي على اليسار برك الله بن حميده معناه لاعب هجومي ربما يخمم في لاعب دفاعي اكثر على اليمين باش يعمل الاكيليبر ما بين الاثنين نتصور معناها قطع النظر على الاسماء لازم اليابط يكون حاضر قطع النظر على شكون كذا اليابط يكون حاضر وراي مقابله
معناها هذا قال نبيل مقابلة الموسم، أنا نقول هذا الشوط الأول من مقابلة الموسم، من مباراة الموسم، يعني مباراة الموسم تقسم على اثنين نجم نجيبها من الإياب، وبالتالي عندي ثقة كبيرة، عندي ثقة كبيرة، تعرف أنها جاية جاية من الثقة الكبيرة متاع المساروة في رواح، لأنه بالنسبة لهم هما ترجي نقص الهوني نقص تحصيل حاصل كيما بلاش جمهور بلاش كذا بلاش كذا، نجم نقول لك أنا يا مسار وانتظروا الترجي، ترجي المجروح راهو المجروح تعرف شو يعمل ماو ينجم يواش سيد كيبدا سيد مجروح وردوا بالكم. دونك الترجي أنا نتصور الملاعبية مش باش تلعب لرواحها باش تلعب للناس اللي تستنى، ونتصور أربع خمس أيام سكروا عليهم يظهر لي معناها ستاج بلوكي وانترينمون ويكلو ولا خليهم، ونتصور نبيل تبارك الله بون كومينيكاتور تكلم ليه باستثناء الشوط الثاني نتاع النادي الفريقي هذاك ما عادش يعاودها، أما الباقي الكل نعرف نبيل عندي ثقة فيه. رسالتك لي نبيل مالودي يا ها نبيل قول يا نبيل يا خويا نبيل عاد لا نبيل، ولكن أشوف عندي ثقة أنا أشوف وقت اللي الأدفرسير معناه يحس روحه سيء والمقابلة الإياب احتفالية كذا تتفرج معناها تتفرج النعمة اللي هما عايشين فيها توا تنجم تولي بين ظفرين نحبوهم المسار ونعمة، ولكن نعتبر أنه ترجي حدود وافرة موجودة. تفرجنا راه في الأهلي أمان، تفرجنا في الأهلي ورينا الأهلي وين طاح وتوا قاعد يرجع بشوية يرجع يعني. لكن ما سمعني الأهلي مش مان سيتي، الاهلي مش مانشستر سيتي وترجي ليس ريال مدريد، والاهلي ملاعبيه معناها عرب مغاربه كيفنا كيف، ما عندهمش لا دي براين ولا عندهم هالاند، دونك فوالا معناها سمحني اللعبه ربما انا الحاجه الوحيده اللي تقلقني برشا ونخدم مفتوح ونخدم هو عدم حضور الجمهور، لانه جمهور الترجي وين حضرت في مقابلات والله جابهم جمهور في كاس افريقيا والله جابهم جمهور، منها مقابلة متاع ضد السودان ومتاع معين الشعباني كانت تذكرها بريمير دي أغسطو كانت تذكرها زادة، ولا الجمهور قريب يضربها بالراس. يا سيدي يعطيك صحة فتح المولدي ويعطيك صحة وليد قرفيلة، نذكره غدوة ترجي انطلاقا من 7 متاع العشاء يواجه الأهلي المصري، مع الأسف للترجي دون حضور جماهير وليد 8 اش قلت انا 7 لا 8 نتاع العشاء على خاطر 7 نتاع العشاء يكون عندنا بدايه البلاتو سبيسيال من 7 حتى ل 11 نتاع اللي يعطيك صحه وليد يعطيك صحه فتحي المولدي، نلتقي ان شاء الله غدا كالعاده في نفس التوقيت. صباح الخير سبورت بلس على اي اف ام احلى راديو.